مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجويه لهذا اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 واللي تواصل فيها استقرار جل العناصر الجويه مع درجات حراره ما عرفتش كبيره مقارنه بالارقام اللي ميزت ال 24 ساعه الفارضه دور هذا اليوم فانه درجات حراره قصوى كانت ما بين 19 ل 24 درجه ولم تتجاوز ال 14 بتالا من ولايه القاصرين وميزات طقس اليوم النجم نشوفهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما تلاحظون كنا معنيين بظهور مجموعه من السحب العابره على كم بالبلاد تقصد الليله تكون مغيم جزئيا ورياح في اغلبها ضعيفه الى معتدله من القطاع الجنوبي قد تصل سرعتها الى الاربعين ال40 وال50 في الساعه بمناطق الجنوب الشرقي تبعا لذلك راح يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بخليج جابس. درجات حراره الليله تكون في مستوى تسع درجات بالمرتفعات وارقام قد تتراوح من بين ال11 ل 15 ببقيه الجهات خلال يوم الغد ان شاء الله ضباب محلي ممكن صباحا بالمناطق الساحلية ومن ثم اجواء قليلة تصحب الى مغيمه جزئيا ومع تواصل تدفق الهوائيه الجنوبيه درجات حراره قد تعرف ارتفاع نسبي مقارنه بالمستويات اللي ميزت ظهر هذا اليوم كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجات الحراره القصوى المتوقعه بمختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد سجلوا 22 20 بجهه الوطن القبلي نبي 22 ببنزرت وبزغوان بمناطق الشمال الغربي نتوقع صعود درجات الحراره القصوى المستوى 22 في جندوبه ببجا 21 23 بسليانه 19 درجه بالكاف بمناطق الوسط نتوقع تسجيل 19 بتالا على بالقيروان 24 بجهه الساحل بسوسه 23 ظهرا 22 بكل من المنستير والمهديه بصفاقس بالزرقاقنا درجه حراره قصوى تكون في مستوى الـ 21 نتوقع تزيل 21 بسيري بوزيد 20 بالقسرين وبمناطق الجنوب الغربي درجه حراره ظهرا تكون في حدود 19 بقفسه 22 بتوزرق بلي 21 بقابس 23 وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره تجربه نتوقع تزيل 22 24 بمدني 22 بتطاوين و 23 برمده بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقه يسيرات وخليج تونس رياح تكون في اغلبها جنوبيه شرقيه سرعتها من 10 الى 20 عقده تصل مؤقتا إلى 25، تتجاوز 45 في شكل هبات بحر قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب الى شديد الاضطراب في فتره ما بعد ظهر بخليج حماته وبجيت الساحل، وصولا لمنطقه الشباء اللي يحميها قطاع الشرقي، الشماليه الشرقيه إلى جنوبيه شرقية سرعتها من 15 الى 25 عقده تصل مؤقتا إلى 30، تتجاوز 45 في شكل هبات وبحر يكون قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب الى شديد الاضطراب، وبخليج جابس رياح في اغلبها جنوبيه غربيه سرعتها من 15 الى 20 عقده والبحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب بسواحل صفاقس جابس ومدنين كالعاده نقدم لكم فكره حول حتى الطقس في بعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه اجواء قريت تسحب بنوكشات امتار بالدار البيضاء 21 23 بالجزائر العاصمه اجواء تكون مشمسه بطرابلس 22 الطقس يكون صافي بالخرطوم 34 ظهرا كحراره قصوى بالقهر توقع تسجيل 24 درجه بالبقاع المقدسه بالمدينه المنوره 27 سميها صافيه بمكه المكرمه 32 27 بالدوحه طقس صافي بأبو ظبي بمسقط 28 ظهرا 23 بالكويت وأقل ببغداد 21 تقسي يكون صافي لقى صحاب بالشرق الأوسط مع حراره قصوى في حدود 17 بدمشق 20 ببيروت 18 بالقدس الشريف باسطنبول درجات حراره ظهرا تكون في حدود 16 وباوروبا بروما مؤشرات نزول الأمطار محليه 17 طقس يكون بارد مع ثلوج بفيينا أربع درجات حراره مخفضه ببرلين ثلاثه ثلوج بأمستردام ببروكسل جنيف سته ثلاثه بباريس أمتار بمرسيليا بشب الجزيرة الايبيريه تقسم ممطر مع 13 بمدريد و16 بلشبونه تطور الجو خلال الايام القليله القادمه اجواء تتواصل مغيمه جزئيا على كامل البلاد مع استمرار تدفق طائرات هوائيه في أغلبها من قطاع الجنوبي ولسرعة تتراوح من بين 40 الى 60 كم في الساعه بالمناطق الساحليه خصوصا منها السواحل الشرقيه تبعا لذلك راح يكون شديد الثراب شرق البلاد ومطر بالشمال ودرجات حراره قصوى تتراوح من بين 19 الى 24 درجه بالشمال بالمناطق الغربيه وتكون من بين 22 الى 29 في بقيه الجهات خلال يوم السبت مؤشرات نزول امطار رعديه بالشمال بالوسط محليا بالجنوب ريح تكون جنوبيه غربيه قويه نسبيا الى قويه قرب السواحل بالمرتفعات وتكون معتدله ببقيه الجهات البحريه يكون مضطرب الى شديده الاضطراب شرق البلاد ودرجه حراره قد تعرف تراجع نسبي في عدد من الولايات مواعيد الشروق والغروب بمدينه تونس اليوم الغد شروق الشمس ان شاء الله يكون في الساعه السابعه و19 دقيقه غروبها في الساعه الخامسه وثلاث دقائق لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn إن رقم الموزع الصوتي تنجم تتفاعلوا معنا ايضا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات الصلاه بمدينه تونس وما جوارها اليوم الغد صلاه الصبح بدايه من الخامسه و واربعين دقيقه ظهر منتصف النهار و18 دقيقه صلاه العصر في الساعه الثالثه الى ربع صلاه المغرب في الساعه الخامسه و5 دقائق وصلاه العشاء باذن الله في الساعه السادسه و36 دقيقه هكا نكون وصلنا لختمه نشرتنا ختاما شكرا على حسن متابعه الاهتمام الى اللقاء